اسمي صلاح عبد العاطي، انا محامي وارأس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، وسابقا كنت مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في قطاع غزة. تعرضت وعائلتي الى جملة من الانتهاكات الجسيمة خلال العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الان. وفي خلال هذا العدوان طلب منا إخلاء منازلنا وتهجرنا قصرا عن هذه المنازل، وتعرضنا خلال رحلة اللجوء إلى جملة من الانتهاكات، من بينها عدم توفر المياه والغذاء والكهرباء وحتى خدمات الاتصال في أحيان كثيرة. وتعرضت عائلتي إلى جريمة كبيرة أدت إلى استشهاد 6 من أفراد عائلتي، وفيما أصيب أفراد من عائلتي أكثر من 15 شخص تعرضوا إلى الإصابة، من بينهم 3 من أبنائي. أيضا فقدنا منزلنا في دير البلح، وفقدنا أيضا منازلنا خلال فترة هذا العدوان الذي استشهد فيه ما يزيد عن 33 شهيد وأكثر من 76,000 مصاب، إضافة إلى نزوح 2 مليون فلسطيني. نحن نطالب بالعدالة ونطالب بضرورة تحقيقها ومنع تصدير السلاح إلى إسرائيل وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي، وتنهي احتلالها باعتباره المسبب في كل مآسي المنطقة والفلسطينيين.